أنا عرفت من المصادر الخاصة إن المسابقة خسرت الشركة 300,000 جنيه. الرقم ده صح؟ من 270 ل 300 لسه بنتحسب الايام دي. طيب هتعملوا إيه في خسارة 300,000 جنيه؟ بص، انا مش عايز اقول كلام شعارات او مثالي، بس انا كنت عارف واحنا بنعمل المسابقه دي انه مش هكسب. انا ما كنتش عايز ان انا اكسب، بس ما كنتش عايز اخسر بصراحه. يعني كنت ما عنديش مانع ان انا مثلا اكسب اي حاجه او ما اخسرش، لان احنا عملنا المسابقه كلها في 28 يوم، فطبيعي ان اكيد مش هنغطي تكلفتنا. هتسالني طب ليه انت عملتها في 28 يوم، ليه ما حاولتش تاجل؟ لان احنا كنا مرتبطين بديدلاين، لازم وقت معين النتيجه تطلع عشان نلحق نشترك في المسابقات الدوليه، والا كانت مصر مش هتبقى مشاركه في اي مسابقه دوليه في 2014. فده كان لازم ان احنا نعملها في التوقيت ده. هنعمل ايه عشان نعوض الخساره؟ هنحاول قد ما نقدر نشتغل لمسابقه 2015 من بدري جدا، ان احنا نحاول يبقى في دعم مادي يعوض لنا خساره السنه اللي فاتت اللي هي السنه دي، وان احنا نحاول قد ما نقدر ان يبقى في دور فعال للملكه في جهات مختلفه، فعلى القليل يبقى في تعويض معنوي يغطي على التعويض على الخساره الماديه. وان شاء الله ربنا يوفقنا السنه الجايه. انا عايز اعتبر ان احنا السنه دي عملنا نوع من الاستثمار او البلاتفورم، انك بتحط مبدا بدايه كويسه ان المسابقه تكبر سنه عن سنه. ميرسي جدا، ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.